لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة في ليلة القدر على أنبيائه ومن بعد الأنبياء على أوصيائه؟ لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ الإمام يقول: لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون على الناس حجة، ومن هم الحجة؟ هم الأنبياء والأوصياء. الله سبحانه وتعالى يقول: قل فلله الحجة البالغة. وفي آية أخرى يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، العذاب من دون إرسال حجة هذا ظلم. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية هل نهلكها وهم غافلون؟ لا، هذا ظلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أرسلنا الأنبياء أو الأوصياء إليهم فيأمروهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن المترفين ففسقوا فيها. تقول: أمرته فعصاني. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حينما ينزل العذاب، العذاب يكون عدل، لأنه عقاب لهم عن جرم ارتكبوه، هذا في الدنيا، وكذلك بالنسبة إلى عذاب الآخرة. فلا بد أن تكون على الناس حجة. زين، هذا الحجة لا يكون إلا بعلم، لأنه المفروض أن يبلغ أوامر الله سبحانه وتعالى، يبلغ نواهيه، أن يعلم بتقديراته لكي يكون تصرفه منسجما مع تقديرات الله سبحانه وتعالى. بس إحنا لسنا حججا لله على الناس، وإنما نحن على أقصى حد إذا واحد يكون عالم ينقل للناس ما بينه الحجج، لكن الأنبياء والأوصياء هم الحجج، فهؤلاء بالجهل لا يمكن أن يكونوا حجة، لأن الحجة لا تقوم إلا بعلم. زين، وهؤلاء مأمورون بإبلاغ تشريعات الله سبحانه وتعالى، وتشريع الله لا يناقض تكوينه، فلازم يعرفون أيضا بالتكوين حتى تبليغهم يكون منسجما مع التكوين.